او بيلعب الطويله يعني من تحت. الكرات الثابته برضو اهم ما يميزه، حاجات من الحاجات اللي بتميزه. ايه تاني يا كابتن؟ برضو من ال يعني هم دول الحاجتين الاهم اللي بيلعب عليهم. الحته النفسيه برضو هو من المدربين اللي يعني بيحمس اللعيبه بشكل كويس يعني. والله عنده الحته دي لا، بحكم ان هو اشتغل قبل كده في وادي دجله، عارف اللعيب المصري واشتغل في الاهلي، فواصل للحته دي بالنسبه للعيبه. طيب بتحب تسمع مين المعلقين القدامى؟ بلاش الجداد عشان ما يعني القدامى المعلقين وانت بتتفرج على ماتش قمه كده كنت. لا طبعا في جيل اللي هو جيل طبعا كابتننا الكابتن ميمي الشربيني، مميز جدا جدا جدا، ربنا يديله الصحة. في الله يرحمه الكابتن محمود بكر، كان واخد نوع كده مختلف، اللي طلع يشرب كوباية شاي ويرجع تاني، بس عمل لون والناس حبته. الناس حبته، واللي داخل مش عارف من البلكونة واللي خارج من البيت، حاجات كده يعني. وبعدين كان عنده قصة، لا كان عنده قصة دايما محطة مصر، عنده مشكلة مع سيدي جابر مصر ولا سيدي جابر؟ لا سيدي جابر. بس كان لازم يدينا القصه الله يرحمه. انت عارف رئيس النادي الاولمبي في طبعا اوقات كثيره، بس كان دايما يدينا القصه عن القطر والمحطه، وكان عنده مشكله. هو اصله ساكن، خلي بالك هو ساكن هناك الله يرحمه، كان ساكن في الحته دي والسلم اللي مش شغال والكلام ده. تفتكر التعليقات المثيره او المميزه بالنسبه لك حاجه، في حاجه جايه في دماغك ولا؟ يعني انا كان كابتن ميمي الشربيني دايما بيصيطني يعني، يقول لك من اصحاب القدم اليسرى. وفي مره احد الماتشات اطلق عليا كابريني الباك ليفت بتاع ايطاليا. لا كابتن ميمي الشربيني كان مميز، وكان بيحضر بشكل هايل. عارف كمان بقى اللي كان، بس بطل، كان كابتن احمد شوبير برضو. اشتغل فترة، كان مذيع، كان معلق يعني. برضو كان مميز جدا. دلوقتي في عناصر مميزة كتيرة جدا يعني. انا بسيبها لك، عايز اقول والله بص، عشان مش عايز اقول على اسامي محدش يزعل، بس لا في ناس مميزة جدا. الموضوع اتقلب كمان، اللي بقت حتة عايز اقول ايه، معلومات كمان تقيلة قوي. بتقدر وانت لما تسمع تاخد معلومات، لان هم بيذاكروا كويس قوي. في اسامي مميزه جدا، بس مش عايز برضو اقول عشان محدش يزعل لما قلت اسمه وسبت التاني. لكن يعني في اوقات كتيره الواحد بيستمتع، بس انا شخصيا لما بحب اركز في مباراه بوطي بوطي. طيب بما اننا بنتكلم عن المعلقين، عاملين